هناك احتجاجات تواجه بعنف، تواجه بقمع، حديث عن طرف ثالث. يعني تفسيرك لما يحدث من التضاد المتواجد، وحتى هناك طرح من القيادات العسكرية تنبذ هذا العنف وتواجه وتندد فيه. أولا أعتقد أن المبادرات تكلمنا عنها قبل شوية، وهي الطريق زي ما سماها فولكر البحث عن مخرج للأزمة السودانية، ده عنوان تحته ابتدى يعمل حوارات اللي كانت تفضل بها الدكتور حسين بطريق. لكن صاحبة المصلحة الحقيقية في هذه الثورة هم هؤلاء النساء والرجال الأطفال الشابات الذين يتجولون في الشارع. في فترة سابقة كان ممكن نقول 21 أكتوبر 1964 تاريخ مميز باعتبار أنه كان في ثورة في أكتوبر، كان ممكن نقول 6 أبريل تاريخ مميز باعتبار أنه حدثت فيه ثورة أبريل، وممكن نقول يناير 82 تاريخ مميز، 13 سبتمبر تاريخ مميز. لكن الآن أصبحت كل التواريخ تواريخ مميزة، كل التواريخ التي تمر على ذاكرة الشعب السوداني تحمل أوجاع، تحمل صراع، تحمل أمل، تحمل يقين بحتمية الانتصار. مدني كما أوردها التقرير الآن، هذه المدينة العظيمة، هذه المدينة التاريخ، هذه المدينة النضال من عمق التاريخ، يا مبنى يعني منبع فكرة مؤتمر الخريجين، هي منبع فكرة النضال المستمر ضد كل الأنظمة الدكتاتورية. ولقد قدمت من التضحيات ما قدمت هذه المدينة بثقلها، بتوسط لخاصرة المدن السودانية، لدورها الريادي والغيادي، كانت تحتشد على الشوارع.